على مدى 25 سنة ساهمت هذه الوكالة في نصرة المقدسيين والحفاظ على المدينة المقدسة، كما أحدثت طيلة ربع قرن من العمل مشاريع في شملت مختلف المجالات. حدثنا أكثر عن ذلك. نعم، وللحديث عن ذلك لن أظهر فقط لوحدي على الشاشة، وإنما سأرحب بمجموعة من ضيوف الكرام من الأطفال وأيضا من الشابات ممن ساهمت وكالة بيت مال القدس في تأطيرهم، في منحهم فرصة مخيمات صيفية في المملكة المغربية. هذه المخيمات التي هي مخيمات سنوية يتم من خلالها منح هذه الفرصة للشباب المقدسي من أجل الجد والاجتهاد، من أجل الاطلاع على المملكة وعلى تجارب وأنشطة يقضيها على مدى أكثر من 15 يوما سنويا، وصدقيني بنقاش مع المؤطرين يعني شباب وأطفال بيت المقدس يتسابقون لنيل هذه الفرصة الذهبية. ولكن لنتحدث بتفاصيل أكثر، أرحب بك عسكر، أنت مؤطرة من المؤطرات التي عملت في مع وكالة بيت مال القدس، ولكنك كنت فتاة شابة وسافرت إلى المغرب، حدثينا عن هذه التجربة. بداية أنا سماح عسكر، كنت طالبة بسنة 2010 والآن طلعت بسنة 2023 مؤطرة. هذه الفرصة عن جد الذهبية التي أتيحت لي من قبل وكالة بيت المال في القدس. أولا الشكر الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، هذه تجربة كانت أكثر من رائعة وصدقا يعني تعجز عن الوصف كم هي أضافت إلي على الصعيد الشخصي وأيضا المهني في حياتي، أثرت في وكانت تجربة رائعة، وكمان هيك كانت تقوية للعلاقات بين الشعبين الفلسطيني والمغربي سواء مع الزملاء وأصدقاء وحتى طلاب فلسطينيين، ما زلت على تواصل مع أصدقاء وزملاء بالمغرب. كم هذه الفرصة كانت مشجعة وما زلت بشجع أنه يكون كثير في أنه يكون يعني يسافروا للمغرب عبر المخيمات. معي أيضا طفلة من سافروا في النسخة الماضية لما أعتقد، رحت على المغرب، كيف كانت الجولة في المخيمات، الأنشطة التي قمتم بها، وأيضا شو رسمت في ذاكرتك وفي مخيلتك على المملكة المغربية؟ أولا السلام عليكم، أنا جن عرار، أحد المشاركات في مخيم المسيرة الخضراء. كانت تجربة كتير حلوة ونفسي أن أروح كمان مرة، وتعرفت على ناس مغربيين وكيف بحبونا وتعاملهم معنا بلطف وحنان، طبعا إحنا بنحبهم كتير، ويعني هذه الفرصة قوت شخصيتي وخلتني أثق بحالي أكثر، وقوت العلاقات بيننا وبين الناس وخلتني أعرف كم مدى الناس اللي بحبونا كفلسطينيين. جميل، جانا هذا شعورك الجميل. معنا أيضا طفل من أطفال فلسطين، من أطفال القدس، تعرفنا على نفسك في الأول وحدثنا عن التجربة في مخيمات وكالة بيت مال القدس في المملكة المغربية. معكم أحمد عطون، أنا من مشاركي بالمخيم والقمة لمحاكاة فلسطين، شاركت بالمخيم. المخيم طبعا شيء مشارك بين الناس المغاربة والفلسطينيين. أولا نبدأ من الرحلة، كانت رحلة منظمة جدا، كان من ناحية مقطرين كانوا بيهتموا فينا جدا، يعني كل المسؤولية كان عليهم يعني تقريبا، وقدم طبعا الشكر للملك محمد السادس. وكانت يعني رحلة لابد إنها لا تعوض، لأنه رحلة يعني ذهبية تقريبا، إنه رحلة بين فلسطينيين ومغاربة، تتعرف على ثقافاتهم، يتعرف على ثقافاتك، وتناقش كيف تعاني من كفلسطيني في فلسطين من عوائق الاحتلال، ويساعدوا تقريبا في مناقشة أمورك. شكرا لك عبد الله، وشكرا لك جنى، وايضا شكرا لسماح عسكر المؤطرة التي شاركتنا في هذا البث المباشر من هنا من القدس. بالفعل كإشارة بسيطة جدا، هي فرصة ربما تاريخية تتاح لأطفال القدس بالنظر إلى المعاناة التي يعرفونها بشكل يومي وأصبحت عرف في حياتهم، فبالتالي من الصعب بمكان حتى على شباب هذه المدينة الخروج إلى دولة أجنبية، ولكن لجنة القدس وكالة بيت مال القدس توفر لهم فرصة في ريعان الشباب في الطفولة لكي يجولوا ويذهبوا إلى مملكة أمة يتعرفون من خلالها على مجموعة من الأمور الثقافية الاجتماعية وأيضا التي تنعكس على تكوين شخصيتهم في المستقبل. عودة إليك أميمة. شكرا لك نوفل العوابلة، موفد قناة ميديا تيفي إلى القدس، وشكرا لضيوفك أيضا ولأرائهم الجميلة عن المغرب.